صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد طبعا وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده هكون معاكم في فقرتنا فقره اخبار النادي الاهلي. ولكن المره دي يا كريم هتكون زي ما انت قلت من فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، هكون معاكم ونقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي على المستوى الرياضي وكمان المستوى الاجتماعي. بس خليني في البدايه اقول لك يعني يا كريم الاجواء هنا داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد يمكن الاجواء هاديه جدا. النادي بالفعل بدا في استقبال اعضاء النادي الاهلي، ولكن الاعضاء المتواجدين هنا يعني عدد بسيط جدا، بيجوا طبعا عشان يعني يمارسوا الرياضه، يعني بيبقى في اعضاء رياضيين بيحبوا ان هم يمارسوا الرياضه، بتكون عاده عندهم يمارسوا الرياضه في الساعات الاولى من صباح اليوم سواء في مجمع حمامات السباحه او في صالات الجيم عشان طبعا يحافظوا على لياقتهم البدنيه، واكيد لو في اي اصابه موجوده يتخلصوا منها بالتدريبات التأهيلية أو يعني طبعا العلاج الطبيعي اللي بيعملوه في صالات الجيم. ده بالنسبة للأجواء هنا داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. خليني أقول لك كمان إنه يوم الجمعة المقبل داخل نفس الفرع الشيخ زايد لجنة الطفل بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية هتنظم يوم للأطفال، يعني هو معرض للأطفال، كل الأطفال هيعرضوا فيه يعني كل الألعاب القديمة، الكتب، إكسسوارات كمان يعني مشغولات أدوية هيعرضوها طبعا يعني عشان الحابب يشتريها بيشتريها. ولكن يعني لجنة الطفل حددت ان الاطفال اللي هيشاركوا في اليوم ده سنهم لا يتجاوز الثمان سنوات. كمان هيكون في فقرات يعني فنيه وفقرات غنائيه للاطفال، فطبعا بقول يعني لاعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يخلي ابنه او بنته ان هم يشاركوا في اليوم ده يسجلوا اسمائهم وارقام تليفوناتهم في مكتب علاقات العامه او يتواصلوا بشكل مباشر مع لجنة الطفل واداره النادي. ده بالنسبه للاخبار يعني على المستوى الاجتماعي. خليني بقى اروح على المستوى الرياضي والفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. يعني خلاص النهارده وبكره اخر يومين في الراحه، ويوم الخميس ان شاء الله الفريق الاول هيعود مره اخرى للتدريبات الجماعيه على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه واللي هتكون طبعا يا كريم امام نادي الترجي في نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هتكون ان شاء الله يوم 19 من الشهر الجاري في تونس. كمان خليني بقى اروح للكرة الطايرة ورجال الطايرة، يعني بعد طبعا تتويجهم بلقب يا كريم بطولة الدوري امبارح افتتحوا مشوارهم في لقب بطولة كاس مصر، ويمكن قدروا ان هم يتفوقوا ويفوزوا على نادي الشرقية للدخان في اول مباراه ليهم طبعا في دور ال 32 من بطوله كاس مصر بثلاث اشواط مقابل لا شيء. ويمكن كابتن ميدو مصلحي في المباراه دي يعني يا كريم خليني اقول لك ان هو قرر ان هو يريح بعض اللعيبه اللي طبعا بذلت مجهود كبير جدا الفتره الماضيه زي كابتن احمد صلاح، محمد عادل، وثنائي المحترفين كاريزمير وريموند، وكمان منح يعني العديد من اللعيبه الفرصه ان هم طبعا يشاركوا في المباراه، وابرزهم كان اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين عبد الرحمن الحسيني واللي سجل 10 نقاط في المباراه. كمان التوب سكور كان النجم النادي الاهلي كابتن احمد قطب واللي سجل 13 نقطه. النهارده اللعيبه يعني هتكون في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى التدريبات بكره ان شاء الله الساعه 5 عشان يستعدوا للمباراه القادمه في بطوله كاس مصر في الدور ال 16 واللي هتكون امام ان شاء الله نادي الطيران يوم الجمعه الساعه 6 على صاله نادي الطيران. كمان يا كريم خليني انا كمان ابارك لسيدات الطايره تحت قياده كابتن حمدي الصافي، وطبعا بعد فوزهم وتتويجهم يعني بعد مباراه يعني صعبه وعصيبه طبعا مع نادي الصيد قدروا ان هم يتفوقوا ويفوزوا بلقب بطوله كاس مصر المره ال 32 في التاريخ. يمكن كابتن حمدي الصافي بعد المباراه مباشره يا كريم قرر انه لعيبه النادي الاهلي طبعا يعني ياخدوا راحه بقى من التدريبات ومن المباريات لان خلاص الموسم ما خلص. سيدات الطايره قدروا ان هم يعني يحصلوا على الثنائيه بطولة كاس مصر وطبعا بطولة الدوري، وخلاص يعني من النهاردة إن شاء الله هيكونوا في راحة سلبية لمدة تقريبا شهر وهيعودوا يعني طبعا للتدريبات قبل بداية الموسم الجديد. ده بالنسبة لسيدات الطايرة. خليني بقى أروح لرجال السلة، ويعني النهاردة إن شاء الله رجال السلة هيواجهوا نادي الاتحاد السكندري في تاني مباراة ليهم في طبعا النصف النهائي من بطولة الدوري واللي طبعا هتقام بنظام ذا بيست أوف فايف. يمكن رجال السلة يا كريم لعبوا أول مباراة ليهم مع نادي الاتحاد السكندري النهارده ان شاء الله هتكون تاني مباراه الساعه 8:30 على صاله استاد برج العرب. يمكن كابتن او مستر ماريو بالما طبعا المدير الفني النادي الاهلي عقد يعني جلسه مع اللعيبه امبارح، وان شاء الله النهارده كمان هيعقد جلسه ومحاضره مع اللعيبه. يمكن امبارح هنتكلم معاهم في امور عديده وطبعا اهمها الالتزام الشديد بالتعليمات وطبعا التركيز الشديد في الفور كوارترز في المباراه وعشان طبعا يظهروا بافضل شكل ويقدروا يحققوا الفوز على نادي الاتحاد السكندري عشان طبعا يعوضوا
يعوضوا النتيجه في المباراه الاولى في الدبست اوف 5، واللي طبعا انتهت بتفوق نادي الاتحاد السكندري على النادي الاهلي بنتيجه 71-58. طبعا بنتمنى التوفيق طبعا لفريقنا فريق النادي الاهلي، سواء يعني طبعا كره القدم، سله او طايره، او كمان اليد ان شاء الله لما يرجعوا للتدريبات الجماعيه. انا طبعا معاك يا كريم لو في اي سؤال او في اي استفسار، والان العوده مره اخرى للاستوديو. ولا اي حاجه، مفيش غير يعني كل الشكر ليك يا سالة على يعني مجهوداتك، وطبعا سعدنا كالعاده بوجودك معانا. وبس تجدر الاشاره ان على حسب ما فهمت ان المفروض كنت انت بتقولي من شويه ان اولياء الامور او الاهالي اللي حابين ان اولادهم يشاركوا في فعاليات فرع الشيخ زايد يوم الجمعه القادم ان شاء الله، انت كنت قلتي ان هم الحد الاقصى للتقديم هو 8 سنوات. انا بس اتاكدت كده من معلومه، هي الحد الاقصى 14 سنه ومش 8 سنوات فقط. وجزيل الشكر ليك يا سالة، ونروح بقى مع حضرتك.